يعني اغراض تعبي 6 7 شاحنات من هاي الشاحنه، ويعني في اساس منزلي واساس معامل وفي كثير شغلات. وهلا ناخذكم على مكان الحدث وبتصوروا مباشره. بعد ساعتين فقط من تحرير خان العسل بكاملها، وعلى خط اخر قامت الكتيبة الأمنية الساهرة على أمن المواطنين بعملية نوعية لا تقل أهمية عن خط الجبهة. يحدثنا عن هذا أبو محبتين. تاريخ 24/7/2013 الساعة 8 صباحا حضر لدينا أحد المواطنين وقدم لدينا بلاغ بوجود عصابة في كفرناها الحي الشرقي جانب جامع أبو بكر الصديق، حيث قمنا بتشكيل مجموعة من الكتيبة الأمنية وذهبنا إلى مكان الجرم، إلى مكان البلاغ، وشاهدنا المسروقات وتم ضبط المسروقات. الحقيقة مسروقات كبيرة جدا، 5 أو 6 شاحنات كبيرة، حمل 5 شاحنات قامت فيها الكتيبة الأمنية في لواء الأنصار بالتعاون مع غرفة العمليات مع العسل. وبعد التقصي شاهدنا وكر تم اغلاقه بجدار، تم وكر تم اغلاقه بحجر، حجر لبن تم اغلاقه به، يعني ما هو بباب. الشباب صايمين؟ صايمين الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله. فتحنا هذا الوكر وشاهدنا بداخله مجموعة من الأغراض المنزلية من سخانات وميكروويفات وبرادات إلى آخره من هذه الأمور، جديدة وكالة يعني تقدر بمبالغ مالية كبيرة. جهاز رياضة. علما أن هذا العمل الذي تقوم به هؤلاء، الذي يقوم به هؤلاء اللصوص، ينعكس بشكل سلبي على الجيش الحر. ونعدكم بإذن الله تعالى كل منطقة نقوم بتحريرها يقوم بتحريرها الجيش الحر، سنقوم بشو اسمه إن شاء الله بملاحقة المجرمين فيها وللتوصل للاستقرار والأمان.